باشرت هيئة رقابة ومكافحة الفساد نزاهة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر الماضي، حيث نفذت 3452 جولة رقابية وحققت مع 340 من المشتبه بهم، من بينهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتم إيقاف 134 مواطن ومقيم وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من الطائف المحامي الدكتور صالح الحارثي. أهلا بك يا دكتور صالح معنا عبر هذه النشرة ومساء الخير. حديثنا اليوم عن هذه القضايا التي يعني حققتها ورصدتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة بمختلف يعني الوزارات، كيف يمكن أن تحقق يعني اليوم الانضباط الوظيفي وتحقيق يعني الأمانة الوظيفية في مختلف يعني قطاعات الدولة؟ اهلا وسهلا، حياكم الله، مساء الخير على الجميع، على الساده المشاهدين. الحقيقه نشكر هيئه الرقابه ومكافحه الفساد على هذا التقرير الشهري الذي تطالعنا به شهريا عن عمل هيئه الرقابه ومكافحه الفساد، وهذا ما هو الا نشر لثقافه مكافحه الفساد وانذار لكل من تسول له نفسه بان هيئه الرقابه ومكافحه الفساد له بالمرصاد قياما بدورها وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، إذ يقول خادم الحرمين الشريفين حفظه الله: عزمنا على مواجهة الفساد بعدل وحزم. وهنا حفظه الله قدم العدل على الحزم، فلا يمكن أن يحقق مع شخص إلا بعد توافر الأدلة على تورطه في قضية فساد. وأيضا جميعنا نتذكر المقولة الشهيرة لعراب التطوير ومكافحة الفساد سيدي سمو ولي العهد، إذ يقول: لن ينجو من الفساد أحد، لن ينجو أحد دخل في قضية فساد كائنا من كان. وهذا ما هو إلا تحقيق لتوجيهات القيادة الرشيدة وتقليل من نسب الفساد في البلاد، ولله الحمد حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة في مكافحة الفساد وفي الشفافية في الأعمال الإدارية. نعم دكتور صالح، يعني مثل هذه القضايا إذا ما تحدثنا عن قضية الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، ما هي يعني العقوبات التي تنتظر كل من يعني يتهم أو يتلبس بهذه القضايا؟ غالبا قضايا الفساد تتمحور حول عدد من الأنظمة. النظام الأول هو مكافحة الرشوة، والعقوبات فيه تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 1 مليون ريال. أيضا نظام مكافحة التزوير، والعقوبات فيه أيضا تصل إلى 10 سنوات وغرامات متفاوتة، ونظام مكافحة غسل الأموال والتي تصل العقوبات فيه إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 7 ملايين ريال. وأيضا المرسوم الملكي رقم 43 والخاص باستغلال السلطة الوظيفية، وأيضا العقوبات فيه تتفاوت وحتى تصل في حدها الأعلى إلى 10 سنوات مع غرامات مالية. نعم دكتور صالح، يعني اليوم قانونيا يعني دخول مسألة الكفالة الضامنة في قضايا الفساد، هل ستؤثر يعني على نتائج التحقيقات؟ هل ستؤثر على يعني القبض على المتهمين أو الوصول إلى يعني سلسلة من المتهمين؟ يعلم الجميع أن قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدورها والتحقيق مع المشتبه فيهم هذا أول سلم التقاضي في هذه المسألة. فتنظر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع المشتبه فيهم في الوقوع في قضايا فساد، وتنظر في الأدلة الماثلة أمامها، فإذا رأت من الأدلة وتوافرها ما يستدعي إبقاء المتهم قيد الحبس فهي تأمر بحبسه، وإن رأت في بعض الأدلة ما يستدعي إطلاق السراح فهذه سلطة تقديرية للهيئة. ثم بعد ذلك، بعد ما تنتهي الهيئة من أعمالها، تقوم بإرسال القضية إلى دوائر مكافحة الفساد، دوائر الفساد في المحكمة الجزائية في الرياض.
لتنظر المحكمة بدورها في ما يستحقها المتهم أمامها، وللجميع من المتهمين الضمانات الكافية، ومن ذلك إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة إذا وجد ما يدعو إلى ذلك. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محذور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءات والتفاصيل والإيضاح من الطائف، المحامي الدكتور صالح الحارثي.